حال العمل في مستشفى قضاء المشغاب بمحافظة النجف، حيث كشف عدد من المواطنين عن حالات الغش في البناء دون أن تكون هناك جدية وإخلاص في العمل. وطلب المواطنون بمحاسبة المهندس والمقاول والمشرفين على العمل، وطلبوا بالقضاء على الفساد الذي بدأ ينخر كل شيء في البلد. دعونا نتابع. شوف هذا أحد اللي راح جاهزينه للصب. هذا شغل مدخل مستشفى المشغاب العام الجديد. وين الحدد؟ هذا البيت ما محتاج. هذا 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 العمر. شوف العمر. هاي خلينا راح يصبون على هذا. نعم. وين حدد؟ وين مهندسينكم المراقبين المشرفين وينهم؟ هذا مو سبيس. هذا مو سبيس. قرده هاي. كمل الفيديو بالفيديو. تعال صور هذاك اللي مصبوب. هذا هسه قاعد يصبون. شوف هذا صار. شوف شوف شغلنا هذا مال مستشفى المشخاب. حذب حذب عبد الله حركها. اي 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 شوف هذا هذا شغل الغش مالتهم. وين المحدود؟ هاي هاي الصبه مال المدخل. وين المحدود؟ اي اي هذا هذا شغل مستشفى المشخاب الجديد. اي بعد بعد ابو عبد الله عاشت ايدك عاشت ايدك. اي 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 اي, 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 اي. عاشت ايدك ابو عبد الله. خلي يشوفون شغلهم ذولا. خلي يشوفون. بعد 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 ابو عبد الله. بعد تعال هنا عن الظل. ما 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 يشوفون هناك. هناك هناك اخر هناك هذيك. اخترها ابو عبد الله. بعد 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 فوت ايدك فوت ايدك. رحم الله والديك. هذا الشغل مال مدخل مستشفى المشخاب. شوفوا اخوان حتى ما مكلف نفس المقاول ان يحدل حدل جانبي يعني بس التلزيق.